قلبها بس مش شايفتك هلا بدها تقول لك شيء لفاطمه البطاق. تفضلي شو بتقولي له لوقت البطاق؟ قال الامام علي عليه السلام في وصف السيد المسيح: كان سراجه في الليل الظلم ونضاله في الشتاء مشارق الارض ومغاربها، لم تكن له زوجه تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال ليلفته ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه، انه ابن الطهر البتول مريم، من اهتدى به انار الله له الطريق مدى الحياه. انا اسمي فاطمه البرجي ومؤسسه الهاد ابي بمناسبة ولادة السيد المسيح نتقدم منكم بأحر التهاني والتبريكات، وأتمنى أن تعم المحبة قلوبنا جميعا. أحسنت يا رب من كل شيء. خليك خليك.